درسنا. ترى اليوم بلشنا جاهزين، خليكوا جاهزين جاهزين، خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين. تلوين لعبوا تمارين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين، رح نسأل ونلعب، رح نمرح نستفيد، مدرسة وبيت وملعب، استديو الأبطال. أكيد مساء الخير ويا مرحبا فيكم في حلقتنا اليوم في برنامج استديو الأبطال. المسي على الجميع اللي قاعد ناطرنا، نقول له شكرا على هذه الثقة اللي تعطينا إياها، اللي دائما تتواصل وتشارك ويانا سواء بنت ولا ولد في برنامج استديو الأبطال. كل العوائل اللي قاعد تتابعنا في الكويت والخليج والوطن العربي، مساء الخير من هذا البرنامج، ومساء الخير مني أنا، ومساء الخير لكل الأصدقاء الحلوين اللي يتابعون برنامج استوديو الأبطال، برنامج العائلة وبرنامج الأصدقاء والأبطال، اللي فيه الترفيه للي قاعد يتابعنا من خلال الألعاب، وفي أيضا بعض المعلومات اللي حاب يستفيد منها من خلال الفقرات الأسبوعية اللي نقدمها في برنامج استوديو الأبطال. دائما في بداية الحلقة نذكر بطرق المشاركة، اللي يعرف طرق المشاركة التذكير حلو والتكرار يعلم الشطار، واللي ما يعرف طرق التواصل والمشاركة شفيني ما أدري التواصل والمشاركة في البرنامج نذكر فيه دائما ونقول سين بالعربية أو أس باللغة الإنجليزية. دائما الواحد لما يبلش أي شيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم بسم الله الرحمن الرحيم، وكلكم اللي قاعد يتابعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أي لحظة يسويها، في أي خطوة يسويها دائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسمي. وأيضا لا ننسى أن عندنا فقرة العيد ميلاد، أو اللي حاب يحتفل في عيد ميلاده نخليها الفقرة الأخيرة في كل سبت وكل خميس في كل حلقات برنامج استوديو الأبطال. فاليوم لا سبت ولا خميس، بس أنا أذكر دائما لأن الخميس ياي والسبت هم ياي، فاللي عيد ميلاده قريب أو هالأسبوع هذا أو أسبوع اللي ياي يجهز كيكته ويجهز الأصدقاء اللي يبون يحتفلون معاه ويتواجد ويانا في البرنامج. اليوم شنو عندنا في البرنامج؟ يوم الأثنين وماندي، اليوم الأثنين عندنا إن شاء الله في الفقرة الثانية مطبخ شعولة، ومجهزت لنا شيء خفيف حلو. وفكرة مطبخ شعولة هي عبارة عن أنه يقدرون الأصدقاء اللي يتابعون استوديو الأبطال أنهم يدشون المطبخ، ومو مقتصر على البنات، مو علشان شعولة بنت فالموضوع خاص للبنات، لا، لأن إذا قاعد تلاحظون أنا قاعد أساعد مشاعل أيضا في موضوع تجهيز الفقرة، فممكن أن الولد هو اللي يقدم هالشيء، ممكن أن الولد هو اللي يسوي هالشيء في البيت، فالموضوع خاص لمشاعل، الموضوع خاص للبنات ومشاعل وعبد الله ويا الأولاد، مو انحيازا للأولاد البنات، لا، احنا دائما نسوي في هذا الموضوع. سارة تقول لنا أنه شي يسمونه كروكس كروس كروس هو اللي احنا نسويه، سارة هي قالت لي أنا عدلت عليها. انزين، وعندنا الفقرة أيضا الثالثة يكون عندنا ديسكفري طبعا، واليوم راح نتكلم عن المانجو. في فترة الصيف المانجو تحلى، والمانجا تحلى، المانجا لها طرق عديدة، من مو متواصل طرق عديدة ان ناكلها. الطريقة الاولى عصير المانجا، الطريقة الثانية المانجا نفسها تكون فريش، شنو الطريقة الثالثة؟ نسوي منها يعني مثل حلويات تكون في المانجا. فهذه الفاكهة جدا جميلة ورائعة وفيها فيتامينات مفيدة لجسم الإنسان، فاللي حاب يتعرف أكثر عن المانجو يتابع الفقرة الثالثة لحلقتنا لليوم، لأن ديسكفري راح يكون ويانا، وديسكفري يعطينا المعلومات المفيدة بالإضافة إلى مشاركات تويتر والأكاونت الخاص راح نشوفه أسفل الشاشة وهو @abtal_الراي تويتر. يشاركون ويانا في ملاحظة أمس جت لي أن تفعيل تويتر استوديو الأبطال عن طريق تعليق في تويتر أو إرسال تويتر وتويت منا إحنا تحديداً، احنا نبي نقول شغله، احنا حاطين تويتر للاصدقاء اللي بيشاركوني انا، خصوصا في هذه السنوات الاخيره اخر سنتين صار عندنا تويتر هو الرسمي. تذكرون ايام نادي الابطال كان الاس ام اس، وقراءه اهداءاتكم او تحياتكم او خواطركم او حكمكم عن طريق الاس ام اس، ولكن احنا قاعد نشوف ان الحين خلاص صار بيدنا التليفون وتويتر دائما ندش له، فعشان كذي سوينا اكونت خاص لتويتر البرنامج علشان نقرا تعليقاتكم. مو هو مهم ان ممكن ان ندز تويت معين عن شنو راح يصير، ولكن احنا دائما نذكر واحنا برنامج على الهواء مباشره وبشكل يومي ما عدا يوم الجمعه، فعادي نقدر احنا ما ندز تعليق، نقدر احنا نقوله في الحلقه علشان تتابعونا. والاهم من ذلك، هذا مهم ولكن الاهم من ذلك، هو ان انتوا تشاركون يعني انتوا اللي تطرشون لنا التويتات علشان احنا نقراها على الهواء مباشره. قاعد اجلس الكلمات، ما قاعد اكون سريع مثل كالعاده سريع في الحكي، بس علشان
حاس. تعرفون واحد لما يحس ان صوته بيروح، فانا خايف ان صوتي يروح. وعندنا يوم الاربعاء حلقه في برنامج نصيبك يصيبك وغير استوديو الابطال، فاذا راح الصوت شوي مشكله بالنسبه لي، فعشان كذي قاعد اهدي شوي، يعني ما اخذ اللاين اليمين وعلى الراحه شوي قاعد اتكلم. ناخذ الاتصالات، واول اتصال في حلقتنا. الو، هلا غلا. يا هلا فيك يا زياد. هلا غلا، كل عام وانت بخير وانت بصحه وسلامه. اليوم لابس الاخضر انا، شفت شلون؟ وانا بعد لابس اخضر. زياد تفضل، شنو حاب تقول؟ حبيت اهني ديرتي الغاليه، حبيت اهني بابا عبد الله، نعم، وبابا سلمان والاسره المالكه الكريمه، وعندي مشاركه. طب زين، قبل هالمشاركة بس نبي نشاركك ونشارك كل السعوديين الأفراح، بننزل هالأغنية هذه. أوكي أوكي، يا سلامي عليكم يا السعودية، هذه إهداء لكم، تستاهلون. اسمعها، ايه، غنها إذا حافظها، غنها. الله يحفظكم إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله هالأفراح تدوم عليكم يا رب. للشعب والحكومة كلها. ما تسلم حبيبي يا زياد، احنا اهل. عاد عاد لا تنسونا 25 فبراير. اكيد نحتفلنا بعد. اوكي، تيونا احنا الكويت على استوديو الابطال. شوف احنا ما نقصر، ويا اهل الخليج كلهم ما نقصر، والوطن العربي كله اللي تابعونا، فاحنا ما نقصر وياهم ونشاركهم الافراح وبعيد عن الاحزان ان شاء الله. زياد، نعم، تقدر تقول مشاركتك الحين. أحبك موت من قلبي، وأقول أنت بعد عمري، يا أرض الخير يا أرضي، يا أرض الحب والإيمان، ملك نباب عبد الله، حبيب قلوبنا والله، نحب حبي ما مثله، ملك الحب والإنسان، سعودي يا غلاك يزيد، ليالينا في قربك عيد، نحبك أنت بالتحديد، نحبك والوفا عنوان، بنات أولاد نحميها، بنور العين نفديها، نطورها ننميها، زمان من وراء هزمة، سعودية نحبك، كويتنا نحبك، سعودية نحبك. الله عليك يا زياد، مشكور يا الغالي، تسلم. شكرا، شكرا جزيلا يا زياد، ما شاء الله حافظها الانشودة كاملة، ودائما يعني مميز بمشاركتك في البرنامج. شكرا لك يا زياد وعلى هالمشاركة، ويعطيك ألف عافية. ناخذ بعد اتصال. أصال، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير. وانت بخير. تفضل يا أصال. أول شيء بقول شيء، بعدين بقول خاطرة ونشد الوطن. بتقولين الشيء، بعدين خاطرة، بعدين نشيد الوطن. نشيد الوطن، يلا تفضلي. أول شيء حابة أبارك الإسلام السعودي والخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأخ سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودمتم فخرا لنا يا رب. وحابة أشكركم بنيابة عن كل سعودي صار يعني عن هذه الوصفة الجميلة وتبريكاتكم لنا. لكم بالأخص الجميع اللي استكانوا بالاحتفالات، وحابة أقول حق الأمن العام الشرطة بالأخص يعني مشكورين على جهودكم رائعة. من أمس بدأت الاحتفالات بمنطقة الرياض، يعني كان تنظيم جدا جدا رائع، تشكرون عليه. يعني أبدا حتى الزحمة كانت بسيطة ومنظمين كل شيء، يعني تشكرون على جهودكم رائعة. يستاهلون كل خير، يستاهلون كل خير. والحين عندنا الخاطرة، صح؟ أيه. تفضل، يلا يا صار. بلادي كل عام وأنت تنسين وتصبحين بنعمة الأمن والأمان، كل عام وأنت تفتحين أبوابك لجميع المسلمين، كل عام وأنت فخرا وعزا ومجدا لأبنائك، كل عام ونحن نحبك أكثر من العام السابق، كل عام ورياض العز بخير، كل عام ومكة المكرمة بخير، كل عام والمدينة المنورة بخير، وكل عام وجدة المجد بخير، وكل عام وأبهى البحية بأحسن طلة،
وكل عام وأبينا عبد الله بأتم صحته وعافيته. هنيئا لنا بالمملكة العربية السعودية، فلنضج بالحمد لله لأنه جعلنا من أبناء هذه الوطن. جدا جميل كلامك وشكرا على هالخاطرة الحلوة هذه، وأيضا تسألين صافقة يا صال ما شاء الله على الاتصالات قاعدة علينا، والكنترول يقول أكثر اتصالات جايتنا من السعودية علشان يباركون أخف يزعلون القنوات السعودية بعدين منه. أصاب يلا قولي النشيد الوطني تفضلي. أي أوكي. سارعين المجد والعليا، مجدني لخالق السماء، وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، وجدي الله أكبر يا موطني، موطني قد عشت فخرا للمسلمين، عاش الملك للوطن والعالم. الله عليك أي صفقة طبعا بعد النشيد الوطني. كلام أنا قاعد أصالي الغالية مشكورة يا خيتي، تسلمين على المشاركة الحلوة الثلاثية منك يا أصال، وأيضا لزياد أصدقائنا في البرنامج أكثر المتابعين أو أكثر المشاركين في الريتنج لاستوديو الأبطال من الكويت والسعودية والخليج كله، وأيضا عندنا مشاركات عديدة من اليمن وعمان وقطر ويعني الوطن العربي، وأيضا هناك مشاركات يعني جت لنا من ناحية أو الآونة الأخيرة من مصر، فتحية كبيرة حق كل اللي قاعد يتابعنا، شكرا على تواصلكم، وإن شاء الله دائما نسعدكم ودائما نكون عند حسن الظن. راح نكمل مشاركتنا وراح نشوف فقرة مطبخ شعولة من بعد البريك. ردنا وياكم بالفقرة الثانية، عندنا أصدقائنا الحلوين يتواجدون اليوم داخل الاستوديو، راح نذكر بأسمائهم ما راح نتعرف عليهم لأن احنا نعرفهم. أصدقائنا الحلوين نبلش مع ladies first ولا نبلش مع الشباب؟ مع الشباب، يلا خلينا نبلش مع الشباب، وأصغر واحد يبلش، راح نمشي بعكس الأعمار من الصغير للكبير، أوكي؟ نفس السايز بعد، يلا أول واحد. شو اسمك؟ أمان. اسمك كامل؟ أمان حسن. أمان عباس. ايش كان شفيك؟ وين راح صوتك أمان؟ وصوت عالي ترى، ردوا التجنيد. أمان حسن. أمان علي شناني. والنعم والله. أمان شانك؟ زين. أمان قول حق الصغار كم عمرك؟ أنا أدري بس يعني هم ما يدرون. 6 سنوات. رحت مدرسة؟ شلون الحين وناسة؟ ها؟ أنت مسكر المايك صح؟ أنت سكرت المايك صح؟ زين عطني الميكروفون. أوكي عطني الميكروفون. هو مسكر الميكروفون. أوكي لازم ما تجيسه كلش. أوكي يلا اقعد. أوكي الحين نقدر نسولف على راحتنا. أمان قولي شلون المدرسة؟ متى بلشت؟ أسبوع اللي طاف ولا هالأسبوع؟ أسبوع اللي طاف. أسبوع اللي طاف؟ وين قعدت؟ اخترت مكان بالصف؟ ايه. اي سطرة؟ اخر واحد. ليش؟ كلهم معاي. ها؟ ليش قعدت اخر واحد؟ اكيد ابوك موديك متأخر صح؟ لا. ها؟ انت ليش تقعد اخر واحد؟ انا اقول لك ليش. انا كنت قاعد اول واحد كان يقعدون مكاني. وما دافعت عن نفسك؟ ها؟ ما يعني ما رحت قلت حق المدرسة ولا مدرس يدرسونك؟ ها؟ مدرسة. مدرسة ما قلت حق المدرسة أنا مكاني أول واحد ليش وديتوني آخر واحد؟ وين كنت أنت؟ قمت يعني قمت؟ قمت رحت الطابور ولا قمت رحت تكرم الحمام ولا وين رحت اللي خذوا مكانك؟ كانوا قاعدين كان هي ولا هذا؟ ها؟ يقعدون. هاي كلمات متقاطعة ولا شنو؟ كانوا قاعدين ولا هذا ولا بس انت اهم شيء مستانس يعني مرتاح ها؟ ترى اذا انت ما اذا انت ما قاعد اخر شيء واحد من ربعك راح يقعد اخر شيء، فالاول ولا الثاني ولا الثالث اهم شيء انت تحضر وتشارك وترفع ايدك. اوكي واذا ما شافتك الابلة يب علم. يلا حبيبي بتقول تحياتك ليش؟ ما تبي بتغني؟ كلش ما تبي تغني؟ ما ابي. ليش؟ شنو تغديت؟
ها؟ نسيت. تو متغدي. نسيت شنو تغديت؟ تذكر تذكر شنو تغديت؟ أخاف ما تعرف اسم الأكل. ها؟ بلى بس نسيت. عيش في عيش ولا ما في؟ في. دياي ولا لحم ولا سمك؟ ها؟ يلا خلينا نشوف حمودي يمكن يقول لنا، أوكي؟ يلا خلينا ننتقل حق حمودي. أمان مو عارف الاسم أو شنو غداء اليوم، مع إن إحنا ليل الحين تونا متغدين. قول اسمك الكامل. محمد حسن. محمد شغال شغال. شوف أمان سويت لهم فوبيا من المايك. محمد كم عمرك؟ 8. 8 سنوات. نفس الوجبة اللي كلاها أمان أنت كليتها؟ شنو كلا أمان ما تدري؟ أمان بسيارة قال لحم. بالسيارة قال لحم. ويمكن مو ماكل لحم صح؟ أنت ماكل لحم ولا لا؟ الحين تذكرت إنه لحم؟ إي أوكي. والله زين يعني أول شيء بالعافية عليك، بس يعني اللحم عاد اللحم صدق ما تنساه أسبوع إنك أنت ماكل لحم. أسبوع كامل ما تنسى. ليل ليل لي ثاني يوم. زين حمود شنو تغديت أنت؟ عيش ودياي. عيش ودياي؟ بالعافية. زين تحب المانجا ولا ما تحب المانجا؟ ايه. تحب المانجا؟ تحب عصير مانجا ولا تاكل مانجا بروحها كذي؟ عصير مانجا. عصير مانجا ما تحب تاكل مانجا كذي؟ حلوه ترى ها؟ حلوه المانجا تكون بروحها صح؟ تمسكها كذي تاكلها ولا كذي يقصصون لك اياها؟ يعني كذي مو حلو صح؟ حالات انت اي شكل ها؟ شنو حاب تقول تحياتك حق منو؟ ما تبي تقول حق احد، انت نفس مدرسه امان؟ مدرسة ثانية؟ زين أنت أي سطرة قاعد؟ أخيرة. بعد؟ آه الاتفاق هذا قبله بليلة متفقين أنتوا. أنتوا بغرفة واحدة بالبيت ولا كل واحد غرفة؟ غرفة واحدة صح؟ زين شكلكم وأنتوا نايمين مطفين ليتات؟ أمان ها يرد عليك يعني ها؟ باش إيش رأيك نقعد السطرة الأخيرة؟ إنزين بس شنو؟ نسوي حركة يعني كنا الأولى عشان أبوي لا يقول ليش؟ جهزت العلم ولا لا؟ جهز العلم ها عشان تشارك السطر الأخيرة ما راح تبين. حلوين تعرفنا على أمان ومحمد، ننتقل حق البنات ونشوف. محمد قال ما يبي وجه تحياته. اليوم أنا كله قاعد ترى على فكرة نص الحلقة قاعد أقول إعداده ونص الحلقة إجابات الكناترة. ننتقل حق البنات، الأولاد قاعدين السطر الأخيرة. خلينا نشوف البنات. سارة شلونك؟ زينة. اسمك كامل؟ سارة حسين أمر عباس الشكري. والنعم فيك سارة. أول مرة تشاركينا؟ لا. لا يعني هذه شنو لا؟ يعني إيش فيك ها؟ سارة أنت أي صف الحين؟ سادس. السادس. كتابكم العلوم أي لون؟ بنفسجي. بنفسجي. كتاب العربي أي لون؟ مو هذا اللي يدرس يراجع كل يوم يحفظ لون الكتاب؟ ها؟ توكم بشي لحم احفظتي اي لك بنص نص الفصل اوكي. ساره شنو تغديتي؟ واحد عيش دياي واحد عيش لحم. عيش دياي. عيش دياي اوكي بالعافيه عليك. زين قولي وين قاعده ابو سطره الشباب كله الاخيره؟ انت اي سطره الاخيره؟ ها في ميتنج صاير قبل الدوام بيوم صح؟ في ميتنج في اجتماع كذي في 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 اجتماع غدا اجتماع عشاء صاير قبله بيوم. ليش قاعده السطر الاخيره؟ ما اكشخ يعني جدا. ها؟ ما احبك انت تبعت سينما عوايل. زين اوكي ما تبين نسولف فيها كذي. اول كنت عبد الله اول اقدر بس الحين لا ها كبرت لو سمحت رجاء ها الزم حدودك. يلا مشكوره يا ساره يعطيك العافيه. ننتقل حق اسراء الحين. بتوجهين تحياتك ساره؟ لا. لا اكيد تقدرين عادي ما تبين. انزين يلا اسراء قولي اسمك كامل. اسراء حسن همان. وين فيك اسراء؟ اسراء ايش رايك بكلام اخوانك واختك؟ ها هي السادس انت اي صف؟ خامس. خامس بس مو نفس المدرسه صح؟ لان بس خامس جدام بعض. ها جدام بعض المدرسه المدارس جنب بعض اي احسن علشان طريق ها
عشان الزحمه الوالد يعني اذا كل واحد مدرسه ايش يصير فيه صار حتى حق سيدي الابطال ما يقدرون تيون. شنو تغديتي انت؟ عيش ودياي. عيش ودياي، اذا المعروف ان الاخوان كلكم عيش ودياي، من وين جايب مكبوس اللحم؟ عط المايك عط المايك دقيقه، انت ماكل بالمدرسه ولا بالبيت؟ بالبيت. بالبيت؟ ليش انت بروحك ماكل عيش ولحم؟ ايه يعني انت وجبه خاصه حقك ولا شنو؟ شنو؟ اخاف عيش دياي. ها؟ تعرف شنو الفرق بين اللحم والدياي؟ تعرف؟ يلا عطى عطى حمود الميكروفون. امان يلا جاوبنا قول لنا شنو الفرق بين اللحم والدياي؟ اللحم شنو؟ لحم. والدياي دياي. صح؟ ممكن تقول لي شو الفرق ولا ما تقدر؟ الدياي من وين يجي؟ ها؟ الدياي من وين؟ هي الدياية نفسها واللحم من الخروف أو بعد ما أكل جمل. ها؟ إذا عنده وجبة خاصة بروحك أكيد يأكل سوى الأوردر الخاص والجمل. يلا ما قال لنا. إسراء آخر أمل فيك، وين قاعدة بالصف؟ ثاني سطرة. ثاني سطرة صدقولها. شوفي يا أن أنت نمتي مبكر وما سمعت الاجتماع أو حزيتها قاعد ترتبين أغراضك بمكان ثاني لأن كان في اجتماع ساير على السطرة الأخيرة. إسراء قولي تحياتك حق منو؟ ها؟ حق كل البنات اللي بالسطرة الثانية. قولي أمك وأبوك وكل عائلتي ورفيجاتي. إيه؟ ورفيجاتك مشكورين يعطيكم العافية ونسونا بصراحة بحضوركم اليوم في البرنامج. بس لازم أعرف لغز ثلاثة مكبوس مكبوس دياي واحد بروحه بيت واحد سقف واحد سطرة أخيرة واحدة بس هو الوحيد اللي مكبوس لحم. عموما راح ندردش مع بعض إن شاء الله وأعرف هالموضوع هذا من أبوكم إذا مو منكم. خلينا نشوف مع بعض فقرة مطبخ شعولة. مساء الحب لكل الحلوين اللي قاعد يتابعون فقرة مطبخ شعولة. مثل ما تعودنا راح نسوي أشياء خفيفة وحلوة إذا كان عندنا أصدقائنا زايريننا أو كنا قاعدين بين إخواننا. اليوم راح نسوي شغلة وايد حلوة وكلكم راح تقدرون تسوونها، بس أذكركم لازم يكون عندنا أحد كبير يساعدنا بالأشياء اللي إحنا راح نسويها. بداية خلوني أعرفكم على المقادير اللي إحنا محتاجينها. طبعا بداية راح نحتاج موز، هذا هو الموز الموجود معانا، وأيضاً راح نحتاج كاكاو. طبعاً كل واحد يحط الكاكاو اللي هو يحبه والكاكاو اللي يعجبه. وأيضاً راح نحتاج نوتيلا، هذه هي نوتيلا موجودة معانا، بالإضافة إلى آيس كريم نحطه في وعاء مثل هذا. وآخر شيء راح نحتاج اللي هو خبز الصاج اللي هو الخبز الخفيف. أول شيء راح نسويه راح ناخذ الآيس كريم، هذا الآيس كريم الموجود معانا، وراح نضيف له الكاكاو. مثل ما قلت لكم كل واحد يحط الكاكاو اللي هو يحبه، طبعا اليوم حطينا الكاكاو اللي يحبه عبد الله، وراح نخلطه مع بعض. الحين راح نرجع الايس كريم مع الكاكاو اللي حطيناه داخله لداخل الفريزر عشان يتم بارد لغايه ما نخلص الشغله الثانيه اللي احنا راح نسويها. وشيء ثاني اللي راح نسويه بالاضافه لايس كريمنا مع الكاكاو راح ناخذ خبزه الصاج، هذه الخبزه، وراح ندهنها بنوتيلا. هذه هي، طبعا طريقه سهله وما يبي لها شيء. طبعا انا راح احط
نحط النوتيلا في طرف الخبزة اللي حاب نحطه على كل الخبزة له حرية الاختيار، بس أنا عشان ما حبيت إنها تكون ثقيلة بعد ما حطيتها بهالطريقة راح أقصص الموز لشرائح مدورة وأضيفها لخبزة الساج ونوتيلا. بعد ما قصصناه بهالطريقة راح نضيفه للخبز اللي موجود معنا. وراح نحطها الحين في طبق التغذية. وراح نقطعها إلى ثلاث شرائح. نروح نجيب الآيس كريم من الثلاجة عشان نحطه حق هذه. كلنا نعرف ان هذه هي القفشة الخاصة بالآيس كريم، راح نستخدمها الحين ونحط آيس كريم بجانب الخبزة اللي احنا سويناها، المكونة المتلة وخبز الصاج والموز. بعد ما حطنا الآيس كريم راح نضيف شوية من النوتيلا إن شاء الله. يا رب يكون هذا الطبق عجبكم، واللي حاب لنا يطبقه ولا عنده إضافات جديدة أو أشياء جديدة حاب إن إحنا نطبقها يتواصل معنا على تويتر برنامجنا @abtal_الراي. ومثل ما تعودنا راح يكون عندنا بسامين لكم. ثانك يو مشاعل، وان شاء الله يعني عرفتوا المكونات وعرفتوا خطوات هذه الوجبه الخفيفه اللي نقدر ناكلها واحنا في البيت. اذا مثلا نبي احنا نسوي شيء بيدنا نقدر نسويها ومفيده وخفيفه، وانا انصح فيها انها تكون حق الصبح، يعني حق وجبه الفطور قبل اروح المدرسه ان ناكلها صاج مع الكاكاو، وتكون حلوه وخفيفه وتعطينا طاقه علشان نكون نشيطين في المدرسه. في اقتراح يعني من شوق من البحرين تقول المفروض في جهاز، سمعوا ها، المفروض في جهاز عند باب الدوام سواء بالمدرسه ولا الدوام الرسمي يقيس معدل النوم، لو الشخص ما نام ساعات تكفيه يردون البيت. ها كلنا مواصلين نروح المدرسة علشان الجهاز ينفجر. انزين اقتراح جدا فاشل، ما اتوقع انه مفروض انه يصير يا شوق. بعد عندنا مشاركات وايد. كدوشة من الرياض شكرا لك. بعد عندنا مشاركة ثانية، شوق تقول يعطيك العافية، تسلمين يا شوق. بعد عندنا مشاركات ثانية، سوسو تقول مساء الخير، اوجه تحياتي لصديقاتي صمت الجنوب وغرور الكون وزهره وزهور الحياه وميمي العمانيه وعذبه الروح وشوق ويسرى من مصر، تحيه كبيره لكم. بعد عبد الله كيفكم انتم شعول، الحمد لله احنا بخير. بعد عندنا مسجات وايد، الكل يبارك للسعوديه بيومهم الوطني. مشاركات عديده من الاصدقاء اللي دائما يشاركون ايضا في النهايه. غلا عبود ايضا تشارك وتقول ذكرى للوطن في كل عام واحنا في بألف خير وسلام، ندعي الله راكعين وساجدين، دام عزك يا ملكنا عبود، انت ما قصرت من امس ربي يحفظك. شكرا يا غلوي، وهذا واجبنا، وان شاء الله راح نكمل وراح نتعرف على معلومات ديسكفري من خلال اللي راح يقدمها وعنوان المانجا اليوم، بالاضافه الى لعبه السيارات بين اتصالين. كل هذا من بعد البريك. رجعنا بالفقرة الثالثة مع أصدقائنا الحلوين. في عندنا غرور الكون، يعني شكرا على مشاركتك، وأيضا لأهل السعودية يعطيكم العافية، برنامجكم راو الأروى. أنت يا عبد الله شكرا، جوجو هذا التويت. عبد الله ليش ما تقرأ رسالتي من الكويتية؟ يا كويتية يا كويتية، خلينا نشوف شنو المسج اللي أنت انطرشته. تقول عبود عن الانستغرام سارة وسرا، أوكي أنا قريت تويتك وعرفت الحين الأكاونتات الخاصة فيهم، فعشان كذي بدال لا اقول حق البنات ايضا حق الاولاد كل واحد يقول اكاونته الرسمي.
اسراء اكاونتها اسراء اشكناني صح؟ كتبوا اسراء اشكناني، ساره اشكناني اكاونت ساره بالانستغرام، امان حسن الحاء انجليزي معرب اللي هي 7 اوكي 7 بالانجليزي، ومحمد شنو؟ مود ها؟ هو نسوي كذي تغيير فقال انا ابي اسميه مود، مود شلون ام كم او؟ وايد؟ ها شويه؟ اوكي ثلاث، قول بالمايك شنو اكونتك من انستغرام؟ ام شنو؟ ام ايه؟ ثلاثة او ثلاثة او بعدين صفر صفر بعدين او ثنتين بعدين دي ها اوكي يعني نسوي الصفر والاو عشان يصير شكلها كذي كبيرة وصغيرة، ام ثلاثة او صفر اثنين او صح؟ واحد مشكل اوكي خلاص هذا الاكونت الخاص فيهم في البرنامج، هذه من كويتية ان شاء الله ما قصرت وياك. سلام عبود متى بيبطل حجز لمسرحية مدينة الزنوج من طيوب؟ ان شاء الله اذا مو اسبوع الجاي باذن الرحمن ان شاء الله. ناخذ اتصالين ونلعب لعبة السيارات، واللي جاهز في لعبة السيارات اول شيء عبد الله. السلام عليكم. السمي عبد الله يلا اوكي على ما يجهز ويانا ناخذ الاتصال الثاني وبعدين نشوف عبد الله شنو صار وياه. هيا الو السلام عليكم. عليكم السلام شلونك يا هيا؟ الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله. كم عمرك يا هيا؟ 12 العمر كله. بما ان احنا راح نلعب لعبه سيارات راح نغير شويه من اليوم ان نقول التحيات قبل اللعبه اوكي عشان ناخذ الوقت. يلا قولي تحياتك. حق امي وابوي اي وفي جاتي، واقول حق ساره مشكوره لانها ساعدتني بالانستغرام. ساره منو اللي اشكناني؟ مخرجه. ها ساره المخرجه ساعدتك بشنو؟ طلبت منها شيء وسوت لي. ايه ساره ما شاء الله عليها خدومه وتسوي يعني تدور الاجر ساره. يلا اكيد يلا اوكي ناخذ اتصال ثاني. عبد الله يا عبد السمي يا السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيك اليوم؟ مريضه. ليش زعلان يا عاجيني؟ تعبان انت؟ لا مو تعبان الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. زعلان؟ لا لا قول الحمد لله. لا مو زعلان. يوعان؟ لا قول الحمد لله. الو الو يا قول تحياتك يا العبد قبل ما نبلش لعبه السيارات. حق امي وابوي ايه حق اخواتي بس وبس. يلا هيا وعبد الله في لعبة السيارات، خلينا نشوف السيارات مع بعض وراح اسألكم الأسئلة. يلا البداية عند هيا سؤالك يقول العقل نعمة من النعم الله تعالى على الإنسان صح أو خطأ؟ عيد السؤال لو سمحت أفندم. العقل نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان صح أو خطأ؟ صح. صح خطوة قدام إجابة صحيحة وبيسمع صفقة على كل إجابة صحيحة. واحد إيه عشان يصير برد عليكم. العبد نعم شاطر بالرياضيات ليه؟ حلوين. 20 من مضاعفات العدد 5 صح أو خطأ؟ صح. 5 10 15 20 حلوين. هيا هلا شاطرة بالرياضيات يعني اوكي سؤال سهل. للمستطيل 5 أضلاع خطأ. كم ضلع حق المستطيل؟ 4 والمربع؟ 4 والمثلث؟ 3 والمعين؟ 4 المعين لحظة 1 2 3 4 صح رسمته. والدائرة؟ ما في. شنو في؟ ما في أضلاع. ما فيها زاوية عشان كذي ما فيها أضلاع صح؟ ابحث جرب. يلا السؤال الثاني حق عبد الله. عبد الله سؤالك يقول إيه شو إيه عبد الله سؤالك يقول إيه
عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزء. صح. صح، خطوة قدام. إجابة صحيحة. سؤال الأخير حق هيا. سؤالك يقول يا هيا. قولي إيه نفس عبد الله. سؤالك يقول يا هيا. إيه. إيه. شو خايفة؟ أقصر سورة في القرآن الكريم الكوثر، صح أو خطأ؟ صح. أقصر. صح. أصغر سورة في القرآن الكريم هي الكوثر. صح. صح، إجابة صحيحة. البنات ترى صفقتهم أقوى. 1 2 3 صفقوا مرة ثانية. نرجع حق السؤال الأخير لعبد الله. سؤالك يقول. يقول. شي يقول ميميش طايتنا لليلة. صح، سؤال مخترع. شوف اسمع السؤال يا العبد، اسمع السؤال. مخترع الراديو هو الإيطالي ماركوني. يا بوي، صح أو خطأ؟ هو مو صعب لأن احنا قلناه 7 مرات وهذه ثامنية بالاستديو الأبطال. صح. صح، إجابة. ها؟ صح، خطوة قدام. هيا جائزة وعبد الله جائزة. شكرا لكم. هلا بالشباب. حبيب وين راح؟ عبد الله هو تي دش الاستديو ويطلع مرة ثانية. بس ممكن هاي واحدة، هاي حق هيا، نبي حق عبد الله. يلا هذه حق هيا فازت، والحين حق عبد الله. شوفوا كاو راح يطلع من هني من هالباب. وينه؟ صح، طلع من هني. عاشوا حبايبنا، عاشوا حبايبنا. منو ناداني؟ ما ناداني. اوكي هيا، قلتي شيء انت صح؟ ناديتيني قلتي عبد الله. قلتي عبد الله؟ اي لبيه. اختي بتكلمكم. اعطيني اياها. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسمك؟ عائشة. عائشة، والله والنعم فيك يا عائشة. تفضلي عائشة. شنو حاضر تقول؟ بس بودي تحياتي. اي حاضرين، اف عليك. تفضلي. تدرين؟ يلا قولي. حق امي وابوي. ايه؟ وانتم مشاعل واحمد مال الله ورفيجاتي كلهم اللي يتابعوني بالبرنامج. شكرا، سلمي عليهم كلهم. مشكورة يا حصة. انت شو اسمك؟ عائشة. عائشة صح. هيا اختها صح. عائشة شكرا لك يا عائشة، تسلمين على هالمشاركة ويعطيك ألف عافية. جاهزين مع بعض نشوف ديسكفري؟ جاهزين؟ اللي جاهز ما يرفع ايده. حلوين كلنا جاهزين، خلينا نشوف مع بعض فقرة ديسكفري. المانجو. يعتبر المانجو من الفواكه القديمة، حيث كانت تزرع منذ 4000 عاما في عمق التربة. يمتد الجذر الرئيسي إلى عمق 6 متر، أي 20 قدم، مع عدد وافر من جذور مغذية واسعة الانتشار. ثمرة المانجو تنمو شجرتها في مناخ مداري وشبه مداري، وأفضل أنواع المانجو هي التي تزرع في مصر وموطنها الأصلي في الهند. أنواع المانجو: عويسي، سكري، بيض العجل، تيمور، وغيرها من الأنواع الكثيرة. للمانجو فوائد صحية كثيرة، فعندما تأكل المانجو تشعر بأنك أفضل حالا، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ واحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فهي أيضا إنزيم يساعد على تهدئة المعدة. يحتوي المانجو على كثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي، وفي الهند تستخدم المانجو لإيقاف النزيف وتقوية القلب وتنشيط الذهن. تعمل المانجو على بناء الدم وتساعد في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، كما تساعد كميات البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في المانجو على علاج تقلص العضلات وأيضا على إزالة التوتر. ردينا ويا بعض. اتوقع شفتوا الطريقه.
في اكثر من طريقه، اللي ياكل المانجا نفس ما هي، واللي قص المانجا، وفي طريقه اللي تطلع كذي كأنها ورده. شفتوها؟ شفتوا شلون يمسك المانجا نفسها؟ هذه الطريقه وايد حلوه. نمسك المانجا ونقصصها، نسوي لها مربعات صغار، نسوي ثلاث خطوط بالطريقه كذي. ايش يقول؟ صرت مطبخ شعوله. نقص كذي المانجا زين، بعدين نقصها كذي بهالطريقه، وبعدين ما ادري شلون عاد هذه الحركه اللي تسوونها كذي وتطلع المانجا. واللي اعصابه تلفانه ومتوتر ومتضايق وقاعد يفكر ياكل المانجا، لان المانجا تهدي الاعصاب. ولا ايش رايك يا محمد؟ تحب المانجا؟ زين، سالفه الكاسكو ها؟ بعد شوي راح ندردش عن الكاسكو اللي عندهم بالبيت، اللي ان شاء الله راح نشوفه في استوديو الابطال. واتوقع الكاسكو له يعني بيئه خاصه، حتى لو يعرف كلمات حافظها اذا تغيرت البيئه يمكن يسكت شويه، مو متعود على اجواء المكان. ولكن خلينا ندردش مع بعض عن الكاسكو اللي عندكم بالبيت، ونشوف شنو يقول من كلمات، وشنو المواقف اللي تصير مع هذا الكاسكو لاصدقائنا اللي موجودين داخل الاستديو من بعد بريك. ردينا وياكم من بعد البريك في فقرة اللعب. قبل أن نسولف عن الكاسكو، راح يلعبون مع بعض. غيرنا شوية، تعودنا إن إذا يو سارة وإسراء ومحمد وأمان الشباب يلعبون مع بعض والبنات يلعبون مع بعض. الحين غيرنا شوية، سوينا قرقيعان. أمان راح يباري إسراء، وإسراء راح تباري أمان. أوكي أوكي، يلا خلينا نشوف من يفوز بالأول. وبعدين محمد راح يباري سارة، وسارة راح تباري محمد. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاث، يلا. ترى داشين بقوة، أمانة بيفوز وسارة إسراء بتفوز، وبعدين حتى المارة الثانية إذا بتيجي صوتي يتغير هذا. يلا أقوى 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 أقوى. أيوة ترى أمان شاد حيلة، اللي يبقول يفوز. منو راح يبقول؟ منو راح يفوز؟ أوه كانت تجيب جول. أقوى أمان، ركز على الجول مو بس الطقوق، ركز بالنص. يلا مره ثانيه مره ثانيه، يلا خليني اعطيك فرصه، خليني نشوف. لحظه شوي شوي، لحظه لحظه لحظه. ايوه يلا اسراء جابت جول. امان صفر، اسراء واحد. اسراء وقع ايدك هذه اقوى. اسراء واحد اب. يلا امان امان أقوى. حلو، اثنين إسراء وصفر أمان. نصفق حق إسراء، فازت بعد أمان. يلا ما عليه، خلاص مرة ثانية بيك بس حمود. أوكي يلا سارة وحمود، يلا تعال. يلا سارة، حمود وياك الكرة لأن أنت أصغر. شنو قالت لك توه؟ قالت خلني أفوز ها؟ شنو رديت لها؟ ها؟ قول لها بالمشمش. قل لها قل لها ها؟ هي مو قالت لك خليني افوز؟ قل لها على صوتك ابي المايك يلقط. قل لها بالمشمش. بالمشمش تعرفين شنو بالمشمش؟ يلا مشمش قطوه ساره. واحد اثنين ثلاث. توها اسراء فازت، يعني البنات فازوا. واحد، يا سلام على المشمش. تعادل الحين، اللي يجيب جول ها؟ واحد واحد، اللي يجيب جول. اسرع مباراة هذه سريعة. ها اسراء، ها سارة قاعدة يدب. نكمل ولا خلاص؟ ها؟ الحين انت قلتي له خلني افوز، شنو قال لك؟ شو تردين عليه؟ شو تقولي له؟ ها؟ شو تردين عليه؟ اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول، اوكي؟ يلا تفضلوا مكانكم، شكرا جزيلا. اذا عندنا النتيجة الأخيرة، سارة فازت على محمد 2-1، 1-1 وفصال. إسراء فازت على أمان 2-0. هذه النتائج اللي كانت ويانا اليوم. المايكات ممكن تاخذون المايكات؟ تفضلي يا إسراء وأمان.
زين وبدلوا هذا المايك حقك انت ويا ساره والمايك اللي عندك اسراء حقك انت ويا محمد اوكي شنو الكلمات اللي يقولها الكاس شو اسم الكاسكو اول شيء شو اسمه عادي كلكم تقولون تسولفون شو اسم المايك ايش اسم المايك شو اسم الكاسكو خلاص اخر فقره خلاص بازين لو اسمه كاسكو والله الكاسكو اسمه كاسكو لا صدق والله ما سميته ما ليش بالعكس حلو ترى الواحد اذا ربى حيوان اليف بالبيت ها شو اسم الكاسكو لا شنو ها ما ايش كثر صار له بالبيت عندكم امان ايش كثر صار له الكاسكو من زمان اوه حلو يعني ايش كثر من زمان سنه تقريبا ها شنو امان شو يقول الكاسكو شنو الكلمات اللي يقولها امان ساره وسراء ينادي اساميكم وبعد ساره شنو الكلمات اللي يقولها مايك اخذي المايك منه شو يقول يقول الو يقول الو اي بعد يعني ياخذ اتصالات اي يعني ممكن اني بهني ياخذ اتصال اذا انا ماسك تويتر ها ما تدرين بعد شي غير الو شو يقول يقول بابا بابا إيه؟ منو فيكم اللي كله ينادي ويقول بابا كلكم تقولون بابا اي زين اسرع شنو سامع منه شيء غريب مره شنو سوى فيكم تذكرين موقف سواه كل بيت في كاسكو له مواقف خصوصا مع الناس اللي تي البيت يا ان اللي يطق الجرس يرد عليه او اللي مثلا بالتليفون يرد عليه يغلد نغمه التليفون اي هذه يغلد نغمه التليفون وانت تروحون على بالكم قاعد يرن ها صارت وياك وزين لما نرن التليفون وشلتي التليفون والكاسكو قاعد ما ضحك عليك قال كعك ما ضحك زين اوكي يبولنا يا ها اذا جيتوا مره ثانيه عندنا نوال من السعوديه اخر اتصال نوال مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا نوال اهلا فيك مساكم الله بالخير والنور جميعا نسيتش بمثله تفضلي ما شاء الله عليك يا اخي عبد الله دايم مبدع ومتميز بطلتك وابتساماتك اللي دايم بتبعث في نفوسنا الامل والتفاؤل فشكرا لك الله يحفظك مشكورة تسلمين على الكلام هذا تسلمين يا الغالية مشكورة عندي مشاركة إذا سمحت تفضلي يلا قولي لك تحية من قلبي يا وطن لك تحية من قلبي يا وطن تحيتي فخر واعتزاز أفتخر فيك يا وطن وأفتخر إني سعودية بنت السعودية والد الملك عبد الله وشعب المملكة العربية أهدي أصدق مشاعري دعوة صادقة من قلبي أن يحفظ الرحمن لنا خادم الحرمين الشريفين أبونا الغالي الملك عبد الله بن عبد العزيز وأن يتم عليه الصحة والعافية ويحفظ لنا أمن هذا الوطن ودام عزك يا وطن صح لسانك ومشكورة يا خيتي يا نوال صديقتنا من السعودية أتوقع أنت أمس شاركتي ويانا صح؟ نعم. شكرا على مشاركتك دائما في البرنامج وعلى طلتك الحلوة من خلال سماع هذا الصوت تسلمين يا نوال وتدوم عليكم الأفراح يا رب آمين إن شاء الله دوم هذه الأفراح تدوم عليكم وشكرا على المشاركة لكل أصدقاء اللي شاركوا ويانا في برنامج استديو الأبطال في بعد اتصال ولا نرجع لتويتر يلا أوكي نرجع لتويتر أيضا يمسون علينا بالخير كل الأصدقاء هذه تحية من أهل البحرين لأهل السعودية هم يقول لهم كل عام وأنتم بخير من أصدقائنا من البحرين يقولون حق أهل السعودية كل عام وانتوا بألف خير شكرا يا شواقة من البحرين يعطيك العافية بعد عندنا مشاركة أخرى شواقة تقول ما قريته لا بالعكس قرينا بعد عندنا مشاركة عبد الله اليوم منور بالأخضر عبود أنا أحبكم كثير انتوا مشاعل ما شاء الله عليكم أنا أخذكم ريمة من السعودية شكرا يا ريمة تحية كبيرة لك في اقتراحات لتسمية الشخصية اللي تظهر بالفوز والخسارة زقرتي يعني ممكن اقتراح خلينا نشوف بعد شقاردي زقرتي في أمس يانا شقاردي يعني اقتراحات وبعدين راح نسمي الاسم تعلمت الصمت من الثرثار والاجتهاد من الكسلان والتواضع من التكبر كل عام والشعب السعودي بألف خير وسعادة يسرى من مصر شكرا لك يا يسرى تويبنا سيرتك وذكرناش بالخير بعد عندنا مريم الضفيري مساء الورد وبيقول حق أهل السعودية كل عام وأنت بألف خير أنا اللي ما يسكتني غير الجرس لأن يقولوا لي يختم ما يسكتني غير الجرس سوري على الازعاج عبود بس ابي الاكونت خاص مال حمود قال توه
ام ثلاث اوات صفر اوتين اي بعد شنو ها دي ماكو اي صح دي حمود ماكو اسهل من كذي ادفع شويه عادي بس عشان راحتك يعني شكرا لكم شكرا للاصدقاء اللي شاركوا ويانا في البرنامج ترى عادي اذا ترى مو رادع على الجرس يعني ما اختم على الجرس ارجع تويتر رهنا لا لا خلاص راح تصير شاشه سوداء مع السلامه رايحين رايحين للفن رايحين بس مو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب بس كل الأطفال أكيد